باش نجيك صراحة، الأغنية المغربية لا بلوبار ولا كيمشي لواحد لا توندونس اللي كتضر بالأغنية المغربية. علاش؟ ما كنزعموش أننا نديرو أغاني مغربية 100%، كنقلبوا على كلمات غربية وكلمات مزيان، ولكن خاصنا الهوية المغربية خاصها تكون في الأغنية المغربية. إلا ما كانش المقام البياتي وكان حوايج اللي غادي يخليو يبينوا لنا نسمعوا الراديو ونعرفوا أننا في المغرب، ما كاينلاش. الأغنية المغربية الأصيلة قليلة، وباش تنجح بها قليل بزاف. كلشي كيبغي يتجه للعالمية، هي العالمية راه كاينة في المحلية. إلا واحد فكر في المحلية ديالو، أكبر دليل على أن كنشوفوا إناس إناس ديال الرويشة باغ إكزومبل قدرت توصل للعالم فقط بالوترة، وحبين إن شاء الله غادي في ديك الطريق، لأنها أكثر من 62 مليون مشاهدة بالوترة، ونتمنى أننا ننتقوا أكثر في التمغربي ديالنا لأن هي الأساس. مزيان الواحد يمشي لامودرنيتي، الداب ستيب، الراب، البوب، وداك الشيء مزيان، ولكن الهوية المغربية هي الأهم. وشوية ديال لامودرنيتي كتكون، ولكن التشبث بالتمغربي مهم، لأن دابا حنا وين كنسمعوا الأغاني ما كنعرفوهمش واش راي واش ما عارف ما كنعرفوش. بعدا انا شحال من اغنيه كنسمع تيقول واش هذه مغربيه، فين هو اللحن المغربي هنا؟ حيت استعملت الدارجه. نو شوي ديزولي، الا ما تثبتناش بالهويه المغربيه ديالنا راه ما كنديروش اغنيه مغربيه، راه كنديروا شي حاجه اخرى. داكشي علاش انا حبينا نزلت مع مئات الاغاني، ولكن ثبتت راسها يعني حقيقه، يعني ما حتى نسب المشاهده ديالها نسب حقيقيه، ماشي يعني داكشي كيثبت راسه. لان الحمد لله زكريا غفوري قدر يشارك في اكثر من 20 مهرجان في المغرب الحمد لله بهذه الاغنيه، وكذلك بمسار ديال 8 سنوات مجموعة من الاغاني. هذا الشيء كيفرح بزاف، ونتمنى ان شاء الله كاين واحد المفاجاه كبيره كنوجدها لكم. اغنيه مغربيه كذلك اصيله، غادي تكون نقدر نقول كلاس سويت ديال حبينو بطريقه جديده، فيديو كليب فيه امكانيات اكبر، وما نحرقش المفاجأة أكثر، شي حاجة غتعجبكم إن شاء الله. الشوار اشهد عليا الدوار، جيت من باب وخصني شريك.